كلميني عن الصعوبات اللي واجهتك في كتابة المسلسل ده، واكتر شخصية كانت على الورق صعبة بالنسبة لك. الصعوبات كانت ان المسلسل حساس جدا ومليء بالمشاعر، حلاوة الدنيا كله مشاعر وحساس جدا، وفي لحظات صعبة جدا جدا ان الواحد وهو بيكتبها عشان يتخيل نفسه فيها او مكان حد من القريبين لحد صابوا المرض ده. فدي كانت صعوبة الحقيقية، انه عشنا المشاعر نفسها واحنا بنكتبه خلال التجربة. انا شخصيا علشان ام كان عندي مشكلة ان انا لما اتخيل نفسي كأم ويحصل كده بعد الشر يعني، فكانت الام دايما شغلاني، دايما بحس ان انا لازم ابقى حساسة جدا وانا بتعامل معاها عشان صعبة، صعبة جدا يعني. فكانت بالنسبة لي ممكن مشاعر الام تجاه معرفتها بمرض بنتها، الاثنين باذن الله يعني اللي يجيبوا ربنا كويس. لسه ما فيش حاجه دلوقتي يعني، لسه بنطلع من فتره اجازات واعياد ودلوقتي بيحصل الكلام في اللي جاي، فباذن الله في مشاريع سينما وفي دراما، فبنشوف بقى الاولويه مين ومين قبل التاني. حلاوه الدنيا هو اول تجربه يعني، احنا كان لينا تجارب في ورشه كتابه تامر حبيب سواء في جراند اوتيل او قبلها كان في طريقي، سواء اول تجربه لينا كتابه مع بعض، و انا بعتبره يعني تجربه اتعلمت فيها كتير، لانه كمان كان عندي لاول مره فرصه الاحتكاك المباشر بعناصر العمليه بتاعه صناعه المسلسل بعناصرها المختلفه يعني. ومبسوطه بيه، ومبسوطه الحمد لله بالمردود بتاعه لحد دلوقتي يعني، الحمد لله يعني. لسه ما فيش حاجه محدده مستقرين عليها، لسه بنشوف يعني، ربنا يسهل اذا كنا هندخل مسلسل او فيلم يعني، يعني ما فيش حاجه لسه واضحه، بس يعني ربنا يسهل يعني. اكيد نفسنا نشتغل سينما، ولو في فرصة للمسلسل كويس ده فيها نحب نعمله.